الآن مشاهدينا تنضم إلينا في الاستوديو سلمى ناصر لتطلعنا على جديد التكنولوجيا والابتكارات. مساء الخير سلمى. مساء النور ديما، أهلا. سننتقل اليوم سلام. آنيا وافتراضيا. صحيح، يعني موضوعنا اليوم على الانتقال الآني، والانتقال الآني هو أن يكون شخص في مكانين بنفس الوقت وأن ينتقل من مكان إلى آخر عن طريق الإنترنت والجيل السادس منه، إذ يأمل الباحثون في المملكة المتحدة في تسخير تقنية 6G لتمكين الانتقال الآني الافتراضي والنقل الآني. هو تقنية تتيح لنا في المستقبل زيارة صديق في منزله في بلد آخر، أو ربما اصطحابه في رحلة إلى بلد ثالث دون أن نغادر المنزل. نتابع التقرير ونعود للنقاش. هذه الصورة خداعة. كلتا الباحثتين يفصل بينهما جدار زجاجي، رغم ذلك تتصافحان يدا بيد. تجربة أولى للتواصل الافتراضي عبر الإنترنت. في الجيل السادس نحاول تحويل الخيال العلمي إلى حقيقة علمية. منذ الجيل الأول وصولا إلى الجيل الخامس تمكنا من نقل اثنتين من الحواس فقط، هما الرؤية والسمع، ونحاول الآن إضافة الحواس الأخرى مثل اللمس والتذوق والشم. جيل سادس من الإنترنت فائق السرعة، يزيد عن سابقه بمقدار 100 مرة. قد يحقق تخاطرا افتراضيا ينقل الحواس كلها عبر الإنترنت. عندما ننقل حواس الإنسان جنبا إلى جنب مع الواقع الافتراضي بفيديو 360 درجة ثلاثي الأبعاد لشخص ما، فسنوفر التفاعل. بهذا نتيح النقل اللحظي للأشخاص. نحن عبارة عن حواسنا، لا أذرع ولحم وعظام فحسب. رحيم وفريقه يؤكدون أن التكنولوجيا يمكن أن تفتح الأبواب أمام الواقع الافتراضي، متيحة القيام بأكثر من مجرد التفاعل مع أحبائنا عبر شاشات الهواتف. التكنولوجيا كانت خلال سنوات ماضية مادة خصبة للخيال العلمي، ستتحقق قريبا، تقرب البعيد وقد تقضي على الوحدة. شكرا سلمى على هذا التقرير. إذن الانتقال الآني. صحيح، الانتقال الآني يعني خلينا نقول ديما هو واحد من أهم مجالات الفيزياء الكمية. طبعا خلينا نقول يمكن عشان أقرب لك إياها وتكون أقرب إليك، كيف إحنا شفنا الانتقال الآني، شفناه كثيرا. لا أستوعب يعني. لا أكيد تستوعبي، ولكن لو أجملك القصص من الحقيقة قد تكون أسهل للمعرفة. الانتقال الآني هو أن يكون شخص مكان ما ينتقل في اللحظة والتو إلى بالآن إلى مكان آخر. كانت طبعا واحدة من ضروب الخيال العلمي، شفناها كثيرا في قصص الأفلام، أن شخص يكون في مكان في لندن فجأة يصبح مثلا في باريس أو في أي مكان آخر في لحظة واحدة. طبعا هذه بحوث كثيرة خصوصا باحثين أو علماء الفيزياء يعملون عليها، كيف أن أنقل مادة من مكان إلى آخر دون أن يصبح هناك خلل في تركيبها عندما تعبر الفراغ. يعني حتى لو أنا قمت بنقل قلم معين، لازم القلم يتحول إلى طاقة ويتحلل من المنطقة الموجود فيها طبعا لأنه طاقة، وينتقل إلى منطقة أخرى دون أن يكون هناك فيه خلل. فتخيل لو كان إنسان. فطبعا هذا هو الانتقال الآني، لسه هناك أبحاث كثيرة تعمل عليه، كيف يمكن أن يستقبله دماغنا ويمكن أن يصبح حقيقة. ما نتحدث عنه الآن هو الانتقال الآني الافتراضي، وهو أن يبقى الشخص بنسخته الأصلية في مكانه، عفوا، ولكن ينتقل إلى مكان آخر هو بذاته افتراضه. يعني كاتصال الزوم صح؟ لا ممكن أكون أقرب بالهولوغرام، هولوغرام لأن أشوفك بشكلك، ولكن الزوم أنت تستخدمي مثلا حاستين، اللي هي السمع طبعا وإنك تشوف الآخر الرؤية، ولكن هذه الحاسة أو هذا الانتقال لا حيصير هلا طبعا باستخدام الجيل السادس. انت دي ممكن ان تزوريني في منزلي، تقعدي معي في الحديقه، يمكنك ان تريني، ان تلمسيني، طبعا ان تشمي اذا كان هناك زهور في الحديقه، ان تشمي الزهور. فهو انتقال كامل لكل الحواس. لكن اين اجلس؟ اي مكان انت في بيتك، ولكن يعني علي ان اختار كرسي في بيتي. نعم طبعا تختاري كرسي بيتك، ولكن عن طريق الانترنت يمكن ان تنتقلي. انا اراك عندي في البيت، لو كان عندي مثلا ورده يمكن ان تشميها، يمكن ان تصافحيني باليد، ان تشعري بي عند المصافحه. فهو انتقال اني افتراضي عبر الانترنت. طبعا ليحدث ذلك نحتاج الى سرعه فائقه، لذلك سنستخدمون الجيل السادس من الانترنت. طبعا لم نرى لسه في بلدان كثيره لم تدخلها الجيل الخامس من الانترنت، ولكن هذه التقنيه تحتاج الى سرعه فائقه، والجيل الخامس
السادس عفوا سيكون أسرع من الجيل الخامس بمئة مرة. يعني طب يمكن أن تحمل. كيف يمكن الاستفادة يعني من هذه التقنية؟ هل هي فقط للزيارات؟ لا هي ليس للزيارات أكيد، يعني حسب رحيم معد الدراسة يمكن مثلا للأطباء أن يزورك في منزلك، أن يشعر مثلا إذا كان هناك حرارة أو لا، ممكن الأطباء أن يقوموا بعمليات جراحية معقدة بمكان، ممكن كمان استخدامها في التعليم، ممكن المحاضر يكون في مكان أن يعطي محاضرة لأشخاص آخرين، وطبعا مجال الترفيه الذي تحدثنا عنه، الزيارات، السفر وغيره. جميل، عم نريد أن نسافر بشكل واقعي وليس افتراضيا سنتقل في سلمى. الخبر الثاني. نعم، وموضوعنا الثاني. موضوعنا الثاني طبعا عن منطاد للسفر، فقد طرحت شركة سبيس بيرسبكتيف للرحلات الفضائية تذكرة بقيمة 125 ألف دولار مقابل رحلة حتى حدود غلافنا الجوي على منطاد الهواء الساخن، وتهدف الشركة إلى دخول حقبة جديدة من تجارب السفر الفاخرة من خلال القيام بجولة على متن سفينة الفضاء نبتون، وهي عبارة عن منطاد ضخم مدعوم بالهيدروجين مع كبسولة ركاب يمكن أن تطفو فوق الغلاف الجوي. يعني ديما حتى لو التيكت مجانية لن تسافر. بالتأكيد لن أسافر يعني أنا ولن أغامر. أعتقد متى سينطلق هذا المنطاد؟ أعتقد أنك تخافين من الطائرات، الطائرات فجربنا والمناطيد على فكرة هي رحلة آمنة جدا، حتى الآن قاموا بمئة تجربة ولم تفشل إحداها. طبعا ستنطلق للعامة في عام 2024، التذاكر مفتوحة من أيام حتى عام 2024 لتقوم بالانتقال في أول رحلة. طبعا حسب العلماء هذه القائمين عليها هذه رحلة صديقة للبيئة، لأنها طبعا عبارة عن كبسولة فيها 6-7 أشخاص يقوموا طبعا يتم سحبهم أو ربطهم إلى الفضاء عن طريق منطاد مدعوم بالهيدروجين، فتكون الرحلة لطيفة حتى حدود الغلاف الجوي، يمكنهم أن يشاهدوا الكوكب، المحيطات، يمكنهم أن يشاهدوا المجرة. طبعا هذا المنطاد سيرتفع إلى مسافة 100 ألف قدم أو نقول 18 ألف ميل. الرحلة كلها ستستغرق ساعتين للوصول إلى 100 ألف قدم و6 ساعات بالفضاء وتعود مرة أخرى. لو تحدثنا عن الكبسولة ذاتها، الكبسولة طبعا فيها حمامات، فيها مكان للمشروبات والمأكولات، وطبعا ليش صديقة للبيئة؟ يعني. قد طائرة، ولكن خلينا نقول هي سلسة الانطلاق، هم بيقارنوها بالطائرات التي تنطلق بالفضاء أنه هذه صديقة للبيئة أكثر، لأنها طبعا الطائرات الأخرى تحتاج إلى ملايين أو خلينا نقول ملايين الأطنان من الوقود حتى تنطلق. في الانطلاق الأول كمان يعني تحتاج إلى تنفجر في الغلاف الجوي بقوة مضادة للجاذبية، ولكن هذه الرحلة هي رحلة سلسة من أولها حتى لحظة العودة، فمعنى المهتمين وأنت واحدة لست منهم. بجوز أنت يا سلمى، ربما ننتظر الصور إذن بس بالعام فقط 2024 دولار. فقط؟ فقط. طب وبأي موضوع سنختم هذه الفقرة؟ يبدو أننا سنختم في هذا الموضوع. بهذا الموضوع، أنا ظننت أنه في موضوع ثالث أيضا. دائما مواضيعك لأنه سلمى مشوقة ومفيدة ويعني ممتعة، فشكرا جزيلا، نلتقي غدا. شكرا أكيد بإذن الله. نلتقي غدا، شكرا أكيد. شكرا.